عندك ايه النهارده يا رجل؟ مفيش اي حاجه غير شغل البيت. سعادتك ما امرتش بحاجه تانية. عرفت لنا اي حاجه عن طليقه عمر ديوني؟ فيرونيك مارتان 52 سنه، درست في جامعه باريس ديزيام، وكانت بتشتغل في جورنال فرنساوي اسمه ليمون ديبلوماتيكان. اتعرف عليها عمر الديواني لما سافر فرنسا يقبل الدكتوراه سنه 80، واتجوزها وجابها وجه على مصر. خلفوا بنت اسمها سيلفيا عندها 17 سنه، وحبته وحبت العيشه في مصر، وحتى بعد ما اتطلقوا فضلت عايشه في مصر. من ساعه ما جت مصر بقى ما اشتغلتش، ما كانش ليها اي انشطه. لا، هي في الاول ما كانتش بتشتغل اي حاجه، انما في السنين الاولانيه لما عاشت في مصر كانت بتحب ركوب الخيل قوي، وكانت بتقضي معظم وقتها في نادي الجزيره. وبعد ما اتطلقوا خدت الفيلا بتاعتهم وعاشت فيها، وفتحت مطعم فرنساوي واتصاحبت على كام واحد كده، بس ما اتجوزتش تاني. ودلوقتي عايشه مع شاب اسمه رباح. رباح، ماشي. دي الحاجات اللي هتعملها النهارده. انا هنزل الغردقه وارجع. اول حاجه هتعملها هتجهز المركب بعده الصيد. بعد كده عاوزك تشوف لنا اي حد من معارفك في امن المارينا بقى، في فندق نيفادا، اتصرف. المهم عايز اعرف كل حاجه عن شهير النمروسي ومراته الممثله. مواعيدهم ايه؟ بيروحوا فين؟ بيجوا منين؟ كل تمام؟ تمام سعادتك. في السكه هتشوف لنا المطعم والفيلا بتوع فيرونيك وتصوره. اعتبره حصل سعادتك. بعد كده هكون رجعت من الغردقه، تاخد العربيه وتروح انت تطبلنا على الراجل بتاع المحافظه. النهارده الجمعه وهتلاقيه في البيت. عايزين نعرف بقى عمل ايه. كلمني سعادتك. آه. وحضر كل البيانات اللي احنا عايزينها وكل الخرائط. اما بالنسبه للمناجم قال في ثلاث مناطق بس، منطقه السكري ومنطقه حمش ووادي العلاقي، دول هم المناجم اللي فيهم الذهب. بقيه المناجم يا اما مناجم قديمه يا مناجم فشيخ. اهو انا بقى عايز المعلومات الوافيه عن كله، كل المناجم بما فيها القديمه وبما فيها الفشنك، كل الخرائط، كل حاجه. تمام؟ تمام سعادتك. بعد كده هتكلم اسطنبول، شوف لنا الراجل صاحبنا اللي هناك ده عمل ايه مع الجماعه الالمان اللي عاوزينهم يجوا عشان يسجلوا شركه مع معتز. تمام. بس تؤمر بحاجه ثانيه؟ لا كده تمام. ماشي. اه رجب. قوم سعادتك. جوجو هيفضل محبوس النهارده وما يتقدملوش اي اكل عشان متعاقب. امرك.